ما هي الإسعافات الأولية للسعة قنديل البحر؟ قنديل البحر هو حيوان بحري من الرخويات، له أطراف طويلة ورفيعة، ويمتلك قنديل البحر أكياسا صغيرة تحتوي بداخلها على سم يحرق جسم الإنسان في حال قام بلمسه. لذلك يعتبر قنديل البحر من أخطر الحيوانات على الإنسان في حال قام بلسعه. وبما أنه في فصل الصيف تكثر الإصابات بلسعة قنديل البحر، سنقدم لكم أهم الإسعافات الأولية للسعة قنديل البحر. أولا، قم بغسل المنطقة المصابة بلسعة قنديل البحر بالمياه المالحة الدافئة لمدة 20 دقيقة. ينصح بوضع كريم الحلاقة على المنطقة المصابة لأنه يساعد في وقف انتشار تأثير قنديل البحر. ينصح بوضع الثلج بعد لسعة قنديل البحر لتخدير المنطقة المصابة ولتخفيف الألم ولتجنب حدوث الالتهابات. قم بإزالة المخالب التي يتركها قنديل البحر باستخدام شفرة الحلاقة وبلطف وبهدوء حتى لا تجرح نفسك. بعد تنظيف المنطقة بالمياه المالحة وبعد إزالة المخالب، قم بتغطية الجلد بضمادة خفيفة أو لف شاش حولها. سارع بشرب المسكنات بعد إزالة المخالب، وذلك لتخفيف الألم الناتج عن لسعة قنديل البحر. وينصح بتناول الباراسيتامول أو الإيبيبروفين ومضادات الهيستامين. لا تضع الخل مباشرة على الجرح الذي يحدثه قنديل البحر لأنه قد يزيد من الأمور سوءا. هناك اعتقاد سائد أن البول يخفف من آلام لسعة قنديل البحر، إلا أن الدراسات لم تثبت صحة هذا الاعتقاد، لذا يجب أن تتجنب القيام بذلك. تجنب وضع المياه العذبة أو الكحول على منطقة المصابة بلسعة قنديل البحر، لأنها قد تزيد من إفراز السموم. خلال 24 ساعة سيهدأ الوجع، فإذا لاحظت أن الوجع يزداد والوضع يزداد سوءا، أنصحك بالذهاب لأقرب مستشفى لأخذ العلاج المناسب. عزيزي المشاهد، احترس أثناء السباحة وابتعد عن المناطق التي يكثر بها قناديل البحر. وإذا أصبت بلسعة قنديل البحر، قم بتطبيق الإسعافات الأولية بشكل فوري.